السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة رمضانكم وصحة أفطاركم. هاي الحين شو كش نزعو الزجاجة لآيفون، أي آيفون يعني السنك أو السيس أو السد، يعني كش نزعو الزجاجة هذه يعني لراهي فشتها. والله الحين شوفيه، يعني نشوف الهاتف مليح نشوفيه. هاي الحين نحو الزجاجة نشوفيها، هاي عملية النزع. يعني اطنسيو هون ولو غير بلا قلب ما تقلقنا والو. قالوا هكذا باش نربحو لا فيشر تاعنا اوريجينال، وماشي تفتح الهاتف يعني واش نفتحو نعاودوها على برا. انا الزجاجة دونك ما عنديش، راح نحيها ومن بعد نركبو الزجاجة على عملية تنز، ومن بعد نركبكم اونت فيديو تاع عملية التركيب والمونتاج. بدا يبرد لي صافي، دير يعني حيط النص هنايا ماشي لو فيديو. كان بزاف اللي قالوا لي ما تبدلش، هي تبدل لك الكروس تاع تاعنا يعني ما جابوش الزجاجات، ولكن كان يجيب في دبي كان الزجاج تاعهم يعني يوحدوهم. ايفون 4S راح نزول شوية شوية ونوليو نكملو. فوالا يعني بعد سخن يعني عليا
ايش ما يحبش يطلع على الزجاج يعني يزيد ايش رافيه. ايش رافيه بير شو يعني الحذر والحيطة والحذر يعني راح يقول البلاك ياهو. نقاط كامل فوالا هطلع احنا كابل كامل يعني نقط هذه اللي هي بين الزجاجة والشاشة. الحاضر يعني الزجاج
يعني انه يعني ما زال يعني كل ما يبرد يعني ليقطك يعني التكتير تاعو خلاص زال كل نتواجه هذا ونوليو نسيو التاير كيش ننزعوا الزجاجة يعني لايفون كات از يعني هو كيكون يعني سخون ما زال سخون يعني يطول يعني باش تفتح التكتير يعني كي يبرد يولي يخدم وحده طبعا شوية هذا كيبرد شوية يعني يولي يخدم غير وحده اي هاتف يعني كي نزعوا الزجاجة يعني يروح يعني يتقال ومن بعد يولي يخفر كيبل هذا لو بعض القارب يعني كنت اليوم معي يعني في عملية نزع الزجاجة لايفون كات يعني انا ما شوجد عندي زجاجة هنا ورايحين يعني ندير لكم يعني عملية التركيب اللي يعجبو الفيديو راح يعمل لنا جيم ونحن يعني في خدمتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صح طركم